اهلا بكم. الاسنان قبل وبعد شيء مذهل، شيء ممتع ان انت تشوف فعلا قد ايه خلق ربنا العظيم، لان احنا اللي بنسيء للخلق ده حقيقه. يعني فعلا انا في رايي ان في عوامل كتيره الانسان خلقها اضرت باسنانه، من اول التلوث البيئي بقى الموجود في الاكل وفي الميه وفي الهواء، من الحركات الغلط في السنان، الاكل الصناعي الموجود بكثره بين الولاد للاسف دلوقتي، الفاست فود والحاجات دي اضرت بالاسنان جدا جدا. هرجع اقول لكم ان قبل وبعد ده شيء مهم. عايز اوريكم شويه مشاهير تشوفوا ازاي التقويم لعب دور وتعديل الاسنان مذهل في تغيير شكله. شيريل كول ممثله واحده من المشاهير اللي فعلا بتقول انا غيرت، شوف بص شوف بقى السنان، هي هنا الفرق في السنان، الصورة واحدة غير التانية. بن أفلك طبعا من الناس المشهورين جدا، بن أفلك برضو سنانه أكيد مختلفة، الابتسامة اللثوية اللي كانت ظاهرة أول الأخيرة طبعا الموضوع مختلف. توم كروز، يا توم كروز من الناس اللي هو شباب يعني هو مراهق كانت سنانه فيه عيوب كتيرة جدا، كانت تقريبا معظمها مش موجود. ف بن أفلك قصدي توم كروز طبعا اللي هو يعني واحد كمان من رموز الشياكة في العالم الغربي يعني في السينما الغربية. مايلي سايرس دي برضو من النجوم المشهورين قوي. نيكولاس كيدج، حقيقة نيكولاس كيدج بالذات كان السيناريو بايظ خالص وكان عنده عيوب بقى في الفك وقصة حاول يظبطها على قد ما نقدر. كريستيانو رونالدو، يعني كريستيانو بقى لعيب كرة وكتير من لعيبة الكرة الحقيقة سنانهم كانت فيها مشاكل عديدة، يمكن هنا ما كانتش يعني هنا كانت متظبطة شوية، لا ده كريستيانو له صورة سنانه كانت بايظة خالص خالص اللي هي قبل ما يروح مانشستر، ده بعد ما راح مانشستر وعمل شوية إصلاحات في سنانه. طبعا دلوقتي كريستيانو لأنه كريستيانو يمتلك شركة يعني منتجات هو نفسه بقى سلعة. فشوفوا قد ايه ده كل معظمهم على فكره اللي احنا شفناهم ده ما بين التقويم والتجميل. طب هو السؤال بقى تقويم ولا تجميل؟ لان دي قضيه مهمه قوي. خلي بالكم ان انا دايما بنادي انه لازم المراكز الطبيه لطب الاسنان تكون متكامله عشان يبقى في توازن. ليه؟ لو انا فاتح عياده بتاع التجميل بس على طول كل الحالات اللي هتيجي لي ببقى عايز اوديها للتجميل بس، بفكر في التجميل. ولو انا بتاع تقويم بس ما عنديش في المركز، انا بتاع تقويم بشتغل تقويم فقط لا غير، والله ده حقك وحلو جدا، بس هل انت تبقى عادل لما تجيلك حاله ما ينفعش مع التقويم مش هيطلع بالنتيجه المناسبه فتقعد تحاول في التقويم تحاول في التقويم وما توديهاش تجميل؟ الحته القضيه ديت مهمه قوي، ودي مش بس في الاسنان في كل فروع الطب على فكره، هي عداله اختيار الخطه العلاجيه. شوف التعبير، تعالى نرحب بضيفي ضيفتي العزيزة الممتعة دائما في حوارها الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان، ماجستير جراحات الفم والأسنان، وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، عضو جمعية الأمريكية لجراحات الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن. أنا عايز أبدأ قبل ما أقول لك التقويم وآخره، عدالة الاختيار ما بين التقويم والتجميل، ايه رايك في الكلام بتاعك الكبار؟ لا بس هو كلام حلو، يعني هو الكلام جامد قوي، بس الكلام جامد قوي، بس اقسم بالله انا نفسي وانا بسمعه حلو عدالة. يعني بص التعبيرات انا مش عارفه يعني انت عايز تقول ايه، بس انا عايز اقول، بس انا هقول لك، انا هقول لك انا عايز اقول ايه باللغه يعني البلدي يعني عداله الاختيار. هقول لك انا، بيجي عيان للمركز الطبي اللي فيه تجميل ما فيهوش تقويم، والعيان ممكن يتعمل له تقويم بس لان انا عايز اعمل تجميل وانا بتاع تجميل فاروح موجه العيان للتجميل. تمام. والعكس برضه مظبوط، زي بالظبط لو انت تخين قوي وعايز تروح لدكتور ورحت لواحد بتاع دايت هيقعد يعيش معايا الدايت كلها 30 سنه دايت وهتبقى زي الفل ومش هيفكر طيب ابدا في الجراحه. بالظبط. ولو رحت لبتاع الجراحه يقول لك دايت ايه وكلام فارغ ايه ده، هي نص ساعه نخلص العمليه وتطلع حتى لو انا زياده 10 كيلو بس. لو 10 كيلو ده بشوفها كتير فعلا، زياده 10 كيلو دخله يعمل عمليه. بقى القصه اكشوالي دي ضايقتني في كذا حد شفته فعلا، هو فعلا محتاج 10 20 كيلو وده غلطان والدنيا تخلص. 20 كيلو ده مش موضوع كبير، عشان كده الاقيه دخله عمليه استئصال. عشان كده المنظومه المتكامله
بتتوفر العدالة في اختيار الخطة العلاجية المناسبة. المنظومة المتكاملة. هو ده الصح. لكن انت لو رحت للدكتور اسنان التخصص بتاعه جراحة، لو عندك درس عايز يتعمل علاج عصب هيقولك اخلع وزرع. طب ولو رحت للدكتور تخصصه علاج عصب، لو درس متهالك ومش هيجي منه يقول لك لا نعمل له علاج عصب. بفرض 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 ان احنا خرجنا الضمير من المعادله، لانه لو في ضمير بص طبعا يعني في ناس كتير جدا جدا 99% من الدكاتره محترمين ومذكرين بس على الواحد في المية الواحد في المية اللي هو ممكن اللي هو خرجنا الضمير من المعادله بالظبط كده. طيب في بقى جمله انت قلتها بس انا محتاجه اعدل عليها حته، غير عداله الاختيار نعدل بقى حته صغيره كده نسويتش اون. اوكي ليه مش الاثنين؟ يعني ليه كذا او ليه مش واه؟ شيل الالف. انا طب انا قلت واه دي وانا بتكلم قلت معظم المشاهير اللي انتم شايفينهم دول مزيج من التقويم والتجميل. واه قلت واه ولا او؟ واه 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 يبقى صح. انت صح. عارف ليه بقى اقول لك؟ كل الصور دي دي واه. مفيش حد في الدنيا بفينيرز او بتقويم يجيب النتائج الجميله دي. ده عمل حاجتين مع بعض، وده اللي انا بحاول افهمه للناس. الناس عندها برضو كونسبت غريب قوي، ده من المعتقدات الاجتماعيه اللي عندنا. هروح اعالج اسناني علشان تبقى شكلها حلو. هو متخيل ان هو هيعالج هيعمل تقويم في اسنانه هتطلع سنانه مرصوصه وبيضه ومتخيل حاجات كده غريبه جدا، وهيعالج بيها ابتسامه لثويه. لا يا جماعه، التقويم ما بيعالجش الابتسامه اللثويه. ودلوقتي كمان بقى بيجي لي وكمان عالجي لي مخارج الالفاظ. ايوه ده ليه ليميت. يعني مش واحد عنده ألدغ في كل الحروف وعايز وعنده مشكلة لازم يروح لحد بتاع تخاطب، وعنده مشكلة عنده مثلا تاي تانج يعني اللسان بتاعه مربوط تحت في القاع الفلور اوف ذا ماوث يعني، وعنده 100 مشكلة قلت لك أنا هركب طاقم عشان أحل كل المشاكل دي. لا 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 لا, لا. الطب ليه نهاية والعلم ليه نهاية. حضرتك هتوصل للي انت عايزه بس مش بوان سبيشاليتي. لا حضرتك لازم لو كان في مشكلة تاي تانج يعني اللسان ما بيتحركش من مكانه ولازق في القاع بتاع الفم، لازم بتروح لحد جراح او بيكون في المكان المتكامل جراح لازم يفك اللسان دوت من القاع. لازم لو محتاج دكتور تخاطب بيروح لدكتور تخاطب، ده ما بيبقاش في مركز الاسنان. لو عنده مشكله في مخارج الالفاظ نتيجه الفراغات اللي في الاسنان او نتيجه ان العضه بتاعت اسنانه مش مظبوطه، دي هتتعالج اكيد بالتقويم. الابتسامه اللثويه للمره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما بتتعالجش بالتقويم. انا حاليا بيجي لي ناس كتير ما اعرفش مين يعني عمل يعني ذاع الاشاعه دي ان الابتسامه اللثويه حلها تقويم الاسنان، ما لهاش اي علاقه ببعضها. ده بروز فك، حجم لسة، حجم شفة، علاقات وجه يعني علاقة الشفة مش مظبوطة مع حجم الفك، مش مظبوطة مع الفك السفلي، دي علاقات مش مظبوطة. فدي عادة ما بتتع الابتسامة اللثوية علاجها خط تاني خالص، ما هواش التقويم فقط خالص. العضة المعكوسة دي ما معنى كلمة عضة معكوسة؟ هل علاجها تقويم فقط أم لا؟ تمام، نيجي من الاول ونشوف العلاقات بتاعه الاسنان المفروض تكون ايه. ربنا خلق الفك العلوي مغطي جزء من الفك السفلي، تلت او نص الاسنان السفليه، هي دي العلاقه الطبيعيه. طيب لو كان الفك العلوي ده طالع عامل لبره كده، ده يبقى اسمه بروز، ده اسمه بروز في الفك او في الفكين، ممكن الاثنين يبقوا بارزين يبقى بقه طالع مثلث كده. طيب لو العكس اللي تحت هو اللي بره واللي فوق هو اللي جوه، دي اسمها عضه معكوسه، يعني عكس الطبيعي. دي مشكلتها ايه؟ التكسير. طول ما هو بياكل سنانه بتكسر بعضها، دي مشكله كبيره، وعاده بتنتهي ان المفصل بتاع الفك بيبقى فيه مشاكل. ولو عايز تقدم في كليه عسكريه مش هينفع في العضه المعكوسه، بالذات العضه المعكوسه. مضغ الاكل فيه مشكله، تفتفه فيها مشكله، في مخارج الالفاظ في اكتر من مشكله. في مثلا حاله زي كده، دي عضه معكوسه وده طفل. طبعا لما بيكون طفل بيكون علاج العضه المعكوسه اسهل كتير من الكبير. يعني عضه معكوسه في سن في الاربعينات صعبه 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 يعني. فطول ما احنا اطفال في سن البلوغ او اقل شويه ده بيبقى سهل جدا جدا، ده ممكن بجهاز متحرك تنهي القصص دي كلها. تمام، هو طبعا عنده عضه معكوسه، يعني الفك السفلي هو اللي طالع واللي فوق هو اللي داخل لجوه. ده بنركب له اكتر من جهاز، بتبقى اجهزه متحركه
ومش بحب الناس تقعد تقولك لا انا مش عايز الشكل اللي من بره ومش عايز البس جهاز من بره مش عايز اركب التشين كاب او حاجه بتمسك الدقن ترجعها مش عايز شدادات مش عايز اساتك لا ده انت ما بتاخدش لو مدروس الحاله صح وعارف وداخل في الوقت الصح ومركب الجهاز الصح ونازل بالقوه مظبوطه حضرتك الحاله دي ما بتكملش السنه 6 شهور 9 شهور ما بتكملش السنه وبتقدر تجيب علاقه 100% بيرفكت فمش موضوع كبير. طيب حط نفس السؤال ده في حد عنده 40 سنه والفك السفلي طالع لبره قوي والعلوي داخل لجوه وفي ما بينهم هنا تشانل تدخل صباعه هتقولي ده انا عالجه بالتقويم؟ ابسوليوتلي مش هينفع دوت حاله جراحه لازم بقى يفك الفك دوت او جراحه بيكسر او بيكسر جزء منه وبيرجعه لورا وبيقفل زي وايرز كده ويثبت العلاقه بتاعه الاسنان فده بقى قصه تانية خالص فالقصه كلها السنان نوت نورمال او العلاقات مش نورمال تو وات اكستنت لحد فين فطول ما احنا في تقارب ما بين الفكين بس هم مش مظبوطين على بعض ده كده تقويم في شذوذ شديد لا يبقى كده خلاص ده كده الحاله دي هتبقى جراحه طيب الحاله اللي جايه عندي قصه الفراغات بين الاسنان وبعضها بس الفراغات دي عامله للشخص ده حاجتين اولا تنمر ثانيا مشاكل صحيه ونطق كلام وحشر اكل ما هو بقى المشاكل الصحيه جايه من حشر الاكل من المشاكل الصحيه جايه من التهابات اللثه وحشر الاكل واوائل الاخر انت هتحكي لنا يعني لكن في حاجة تانية كمان هو حاططها في اعتبار ان هو اواخر الثلاثينات فبيسأل واضح ان سؤاله مرتبط بسنه هل التقويم في هذا السن مناسب لوجود الفراغات في السنان؟ برضو انا مش عايزة كل حاجة نحط فيها السن السن مش هو الحاجة المؤثرة اللي بتوقفنا الحالة الصحية للمريض هي اللي بتوقفنا يعني احنا ممكن يبقى عندنا 16 سنة او 15 و12 سنه وعنده سكر من النوع الاول وعامل لنا مشكله أيوة. والسكر مش مظبوط لان عاده السكر بيبقى ظبطه في السن الصغير صعب خالص لانه طفل وبياكل براحته ومش بيظبط الدنيا والكلام دوت يعني مش زي الكبير يعني سكر نوع تاني ظبطه افضل من النوع الاول فانت بتبقى عندك فاكتورز ممكن واحد عنده يعني كبير في السن مثلا سي 30 وما عندهوش سكر وحاله الاسنان كويسه والعظم كويس جدا والسنان مش ملخلخه وكل حاجه حلوه فين المشكله يعني مثلا حاله زي كده ما شاء الله تبارك الله زي الفل ممكن نعمل له تقويم ممكن نعمل له 100,000 حل نقفل الفراغات ونظبط الشكل جدا جدا ويطلع شكله اكتر من رائع بس الحاله ديت ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك في اول الحلقه ليه ما نقولش و ليه او لا هو مش لازم حاجه واحده ممكن حاجتين تجميل وتقويم بالظبط الاثنين مع بعض الحاله ديت احنا ما عملنا لهاش تقويم احنا عملنا لها فينيرز بس بطريقه معينه ظبطنا الاول العلاقه على الكمبيوتر عرفت انا محتاجه اظبط اقفل فراغات قد ايه الفراغات دي هتتقفل بفينيرز ولا بكراونز هتطلع شكلها هوموجينس رايت وليفت زي بعض ولا هيطلع في جنب اكبر من جنب على حسب الفراغات ديت موجوده قد ايه احنا عملنا الفكين عوضنا كل الفراغات دي قفلناها وشكله طالع نورمال جدا وراقي جدا وجميل هتقولي طب ليه ما عملتش تقويم هي الفكره كلها بس ان هو كان نازل مصر اسبوع ومروح بس مش اكتر من كده رايح بلد تانية لكن هو لو كان قاعد في مصر كنت هعمل له تقويم بس هو ظروف المريض برضو بتحتم علينا ان احنا نختار بلان بي لو ينفع يعني ده لازم يدخل في بلان بي لانه ده نازل مصر اسبوع وراجع بلده فمش ممكن هتقوله مش هينفع تقترح عليه التقويم في بعض الحالات بعض الاطباء بيقترحوا عليهم يعمل التقويم المتحرك التقويم المتحرك فكرة هايلة بتعتمد على التكنولوجي بتاع طب الأسنان في الديزايننج للأجهزة ديت فيها خيال رائع أنا بحبها جدا جدا بس ما بتنفعش في كل الأوضاع بتنفع في جزء من الأوضاع والسن ما يكونش كبير لكن سن كبير وهنحتاج أكتر من جهاز والسنان وارد إنها لأن سن كبير أنت هتقعد تشتغل فوق السنوي وارد يجيله سكر في النص في دي حاجة بتخليك تفكر أكتر من مرة فالتقويم المتحرك مشكلته إنه ما بيشتغلش على كل الحالات حالة زي كده حتى لو كان في مقيم في مصر مش هعمل له التقويم المتحرك عشان سنه كبير
فعندك الاربطه حصل لها لوس اوف الاستيستي، يعني ما هياش مرنه بشكل كافي انها ان الضغط يحرك السنان، فهيحصل لخلخه او هيحصل مشاكل تانية، فده مش مناسب للتقويم المتحرك. عندي قصه تانية عايز اسالك، هو بالنسبه يعني هل في افضليه لشيء عن شيء، ولا مثلا يجي لي سؤال مين الافضل في ايه؟ في التقويم المتحرك يعني ولا ولا الثابت؟ ده حاجة وده حاجة. أيوة حضرتك الأفضل إنك تلبس بدلة سواري بتاعت عريس 24/7؟ لا طبعا دي ليها وقت. طيب هل من الأفضل إنك تخرج على طول بتريننج مثلا؟ لا طبعا مش منطق، دي مش حاجة يعني. ودي حاجة دي ليها وقتها ودي ليها وقتها يعني، بس السؤال ده مش منطقي. لا مش منطقي، مش منطقي. طيب حضرتك الوضع على حسب الحالة، وبرضو في حاجات برضو الناس بتبقى متصوراها غلط. التقويم والجراحات اللي هي منها إزراع ملهاش تسعيرة ثابتة، يعني ساي لو قلت لي الحشو الضرس بكام هقول لك حشو الضرس مثلا بجنيه، خلاص دي معروفة ما فيهاش أفكار. طيب التقويم ده بكام؟ ما ينفعش أقول لك. عدد الأجهزة، التايم اللي هنشتغله، اللي هنركب في حاجة، في دلوقتي ممكن تركب زي الزرعات بس هي بتبقى مسامير بتركبها في آخر الفكة خالص، بتمسك فيها قوي علشان تقدر ترجع العظم نفسه بتاع الزيجومه لورا، او بترجع عظم عموما سنان تقيله وسن كبير وعايز ترجع لورا بتركب زي مسامير، بتتكلف جدا الحاله بس بتجيب نتائج حلوه جدا. فما فيش حاجه اسمها حاله التقويم سن 8 سنين تكلفتها جنيه، ما فيش حاجه اسمها كده. كل حاله في التقويم ليها تكلفه لوحدها خالص. طيب لو انا قلت لك انه 45 سنه دي كيس، وسؤال برضو مين الافضل عشان انتوا بتورطوني، انتوا اللي سائلين متورطونيش، لانه في الاسنان كلمه الافضل برضو كلمه يعني ساعات تبقى يعني ايه غريبه وعليها علامات استفهام، مش بس كل انسان هو حاله منفصله. عشان جالي برضو بيجي لي كتير توائم يقول لك ايه ما هو ده عمل كذا ونفع معاه فده يعمل، لا حضرتك انت عندك ملي فرق يحول الحاله من حاله تقويم للجراحة. الكلام ده مش بس في الأسنان، في كل فروع الطب، في كل حاجة، كل فروع الطب في كل حاجة. طيب لو أنا قلت لي 45 سنة من 3 سنين عملت تركيبة أسنان أمامية لكنها تشعر بألم شديد بعد هذه التركيبة، تركيبة سنان، احنا خرجنا كده بره التقويم صح؟ ايه بقى؟ ايه الألم؟ طيب ألم يعني ايه؟ يعني عصب. يعني في عصب، في مشكلة، يبقى دي المشكلة مش جاية من التركيبة، المشكلة ديت جاية من عصب الأسنان. الأسنان ديت يا مش معمولة علاج عصب، يا إما السنان ديت معمولة علاج عصب بس في تحته انفكشن، فهنضطر إن احنا ننزل التركيبة ونعمل إعادة لعلاج العصب دوت علشان ننظف العدوى اللي موجودة، علشان نوصل إن المريض دوت ما يكونش بتألم ونوصل لأجمل نتيجة. ولكن بص الحالة ديت قريبة من اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، ده شاب جميل التركيبة اللي فوق في الجنب الشمال، المريض بص فيها حروف معدنية، في فلق في النص، في دايما التهاب في اللسة متكرر، هو حد من الناس اللي مهتمة بنفسها ومش راضي عن شكله تماما. فدوت هنعمل فيه ايه او ايه التصرف؟ اول حاجة هو انا لازم اشوف علشان اقفل الفراغ اللي في النص دوت اللي هو الفلق دوت اللي هو فلق السعد ده، عشان اقفله الفراغات بيسموه فلق السعد؟ بيسموه فلق السعد. على اساس ايه؟ السعد بيدخل من هنا. ولازم اخد رايت وليفت عشان اعمل هوموجينيستي، يبقى يمين زي شمال، لان اساس الجمال ان لازم نصك يمين زي نصك الشمال. نزلنا التركيبه، لقينا اللثه اللي في الجنب الشمال فوق خالص عاليه، واللي تحت في الجنب اليمين التيه الطبيعيه نازله. ده بقى ليفل وده بقى ليفل. ما انا لو عملت نفس اللي عمله الدكتور اللي قبلي يبقى انا كده غلط. فعملنا الاول تجميل في اللثه عشان نظبط الليفل نفسه. بعد ما عملنا وظبطنا الليفل دوت، احنا لو ظبطنا الليفل دي كان شغل كتير مش شغل قليل، دي عمليه على فكره. بعد ما خلصنا وظبطنا الليفل ابتدينا بقى ان احنا نعيد برد الاسنان وتظبيطها عشان نطلع في الاخر بالنتيجه دي ونقفل الفلق اللي في النص اللي هو اصلا جاي له. فهمتني؟ فالموضوع دوت فيه فكره، ما هواش ما فيش حاجه اسمها بقى يعني دوت مثلا لو كلمني في التليفون او بعت لي على الفيسبوك مثلا يقول لي ده ولا ده؟ لا هي ما فيش حاجه اسمها كده. انا لازم اقيس مستوى اللثه،
واقيس اللخلخه واشوف التركيبه المفتحه دي مفتحه تو وات اكستند. فالموضوع ما بيكونش. احنا في حلقه سابقه اتكلمنا عن انه الاسئله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قانونا ممنوع ان الدكتور يجاوب عليها الا لو مثلا حد بعت لي بيقول لي يعني صباح الفل، هقول له صباح الفل عامل ايه وحشني خالص. انا بيجي لي إيه؟ كتير جدا حد ماسك شفته اللي تحت عاملها كده والشفه اللي فوق عاملها كده ومصور ومصور بكام، بس هو كده يعني حتى مش ده ممنوع بكام. المشكله ان انا ما ببقاش عارفه بكام فعلا يعني هو مين. طيب الابتسامه اللاسوية او مش الابتسامه اللاسوية، وجود اللسه بشكل اوفر في تكوينها ايه بقى؟ طيب الابتسامه اللاسوية يا اما في مشكله في الطول بتاع السنان، يا اما في مشكله في اللسه نفسها نتيجه ان الشفه بتعمل رول اب وبتطلع لفوق وانت بتضحك فبيبان جزء كبير من اللسه. يعني الابتسامه اللثويه او السنان اللي بتبان في الابتسامه دي مشكله لازم الاول نعرف المشكله من الاسنان ولا المشكله من الشفايف ووضع الفك نفسه. الحاله دي بتاعت حد جميل، صديق جميل جدا جاي على فكره من امريكا مخصوص عشان يعمل سنانه عندي، يعني تخيل هو قد ايه مقتنع انه يجي هذا المشوار الكبير. الحمد لله كنا عند حسن ظنه عشان الاسنان علاجتها في امريكا غاليه جدا. هو قال لي كمان هي مش في الانشورنس مش في الانشورنس كتير منهم، وفي حد جالي من طرفه ده بالنسبه لهم كارثه ان هم يطلعوا بره الانشورنس لانه التكلفه بتاعه الطب بره الانشورنس عاليه قوي فوق ما انت متخيل. حتى بيقول لي العلاج والادويه والانتبيوتكس والكلام اللي احنا عندنا في ولايات معينه طبيب الاسنان ده من اثرياء المكان. طبعا يعني لان انا سمعت ارقام انا سمعت ارقام جامده جدا جدا، يعني تقريبا اللي دفعه هنا بالمصري لا هو لا. نفس التكلفه هناك بالدولار. ده رقم، فانت متصور انت ضربت رقم في كام؟ رقم 30 انت 35 ولا معرفش انت متصور تضرب في كام؟ يعني انت بتتكلم في 40 ضعف 40 ضعف على الاقل. ده على الاقل، ما انت بتتكلم في فرق لا على فكره فرق جوده كمان معظم اللي بيشتغلوا في طب الاسنان بره مش بالجوده اللي الناس متخيله. صح، وده دي حقيقه فعلا لانه كل الاجيال الجديده في اوروبا وفي امريكا مش عايزين يشتغلوا في الطب اساسا. بيشغلوا حرفيين اكتر. لا بيبي يعني هم مش عايزين يشتغلوا في طب اساسا. ليه؟ مش فاهم. هم ما بيحبوش ال الريسك بيحبوا يشتغلوا في موسيقى، فنانين، مش عارف ايه. ممكن ريسبونسبيلتي مهندسين برمجه كده. انت عارفه معظم الطب في امريكا وانجلترا مبني على جنسيات اخرى، هنود، باكستانيين، مصريين. هو ما حكاليش القصه دي بس هو قال هناك العلاج حقيقي مش حلو، حقيقي مش زي ما الناس متصوره ان انا مثلا عشان قاعد في امريكا فانا هلاقي اعجاز، لا للاسف هو فعلا مش حلو. ثانيا التكلفه خياليه رغم ان هو ما شاء الله من الناس الريتش مش عادي بس خياليه. طيب الحاله ديت علشان بس يعني نتكلم كتشخيصيا، الحاله دي مشكلتها ان السنان نفسها قصيره جدا. ليه؟ لان هو عنده العاده بتاعه الجز المسائي والصباحي، فهو طول ما هو قاعد عمال يفرم السنان بتفرم بعضها، فالسنان اتبرد بقى كل السنه 3 4 مللي كده، السنه بقت صغنططه جدا مش مستحمله ان انت حتى انت لو بردت وركبت كراونز مفيش مكان. فانت متصور الحاله فعلا مفيش مكان خالص. الحاله ديت لازم تشتغل تجميل لسه، لازم. يعني بص حضرتك انا طولت السنان دي كلها الفك كاملا طولناه، قعد شويه كده لان ديت بتبقى عمليه وفيها شغل وفكره ولازم يطلع في الاخر اللسه في ستونز في ستوناتها مظبوطه، ولازم تطلع بننحت اللسه وبننحت العظم علشان نقدر نطلع الرسمه المثاليه بتاعت شكل الاسنان اللي هو عايز يوصل. عملنا كده في الفكين، الفك العلوي وفي الفك السفلي، علشان نقدر نوصل بيه للشكل ده احنا خدنا فعلا فكره وتكنيك وعملت لها اكتر من موكب علشان اوصل. احنا عايزين نوصل لشكل شكله ايه. موكب دي حاجه مهمه جدا، يعني بالظبط بالبلدي اسمها مجسم. لا انا عايزه اسهلها، بروفا. بتعمل له بروفا يستلمها كده بلاستيك، ده الشكل اللي احنا هنسلمه لك، بس هو مش شكل بس مش دي الماتيريال، ويحطها ويشوفها ويشوف هو هيتقبلها وهو ده اللي هو عايزه ولا لا.
فعلا الحمد لله طلع الحمد لله الموكب اللي عملناه مرضي بالنسبه له جدا، لان مجرد انك طولت السنان انت اديته حياه، الشكل اتغير تماما. انت متصور سنه 3 مللي انت طلعتها مثاليه 9 او 10 مللي، انت عملتها 3 اضعاف، فانت مدي شكل حلو، اداله سن اصغر وعارف ياكل ونفسيته احسن. عندي كام سؤال سريع وهتجاوبيني عليهم بسرعه. هل التبييض يغني عن الفينير؟ التبييض لا، التبييض حاجه والفينيرز حاجه. التبييض نفس السنه بس بتغير درجه لونها. عيبه ايه؟ ان السنان لازم تكون ساوند وسليمه 100%، ما فيهاش خرام ولا مفتحه، لازم تكون حجمها مناسب ورصتها مناسبه، يعني التبييض مش هيخلي سنتين متراقبتين يفكوا، ومش مناسب لكل الناس وبيرجع بعد فتره معينه من 6 لـ9 شهور سنه بالكثير. احدث انواع الفينير هو الاي ماكس عادة، هو احدث حاجة واجمل حاجة واجمل شكل. وعلى فكرة الاي ماكس نزل منه دريفاتيفز ومشتقات كتيرة جدا جدا بتدي شكل احلى كمان من الاي ماكس، بس هو بيندرج تحت المين ايتم. المدة الكافية، ده واضح ان سؤال بنات قبل افراح، لاجراء تجميل في الاسنان. لو الحالة very complicated اديني شهر، لو الحالة بسيطة تتحل في يومين. يعني أنا امبارح جات لي عروسة من الأقصر أنا خلصتها في نفس اليوم. أي نعم أنا قعدت لحد الساعة 2 بالليل في العيادة وكنت فعلا مرهقة، بس قعدنا خلصنا كل الشغل في يوم واحد، وان فيزيت. التعبير الأدق، هوليود سمايل ولا ابتسامة جميلة؟ أي ابتسامة جميلة هي هوليود سمايل. مفيش حاجة اسمها هوليود سمايل انت بتروح تشتريها، اي شكل انت وصلت له جميل اتس هوليود سمايل. اي حاجة تخليك تضحك وانت مبسوط ومرتاح ومطمئن ومش مكسوف هي دي هوليود سمايل. بس مفيش حاجة اسمها هروح اشتري هوليود سمايل، عشان برضو بيجي لي اسئلة كتير بكام هوليود سمايل. بكام هوليود سمايل؟ مفيش كده، هو ملهاش تسعيرة. وكان في فترة ما في بتاع بلاستيك كده كان بتتحط كلها مشاكل اسمها سناب اون. ما دي خطر، مش خطر بس هي ليست ذات قيمة. يعني زي بالظبط حد حاطط حاجة بغرض مجرد ساعتين ومش هتاكل عليها. يعني تخيل ان انت رايح فرح وقدامك اكل حلو جدا والدنيا كلها بتاكل وتفضل اتفضل اتفضل. في حياتي في الفرح البوفيه بالظبط. انا بروح الفرح كلنا والله. يعني انا راح الفرح، انا مش ببقى مركزه مع عروسه ولا عريس، انا بنفوس على كده يا باشا. احنا جيل بتاع من اول بوفيهات السندوتشات الصغننه اللي في العلب اللي كانت حاجه عظيمه. ايوه مرورا بقى بيبقى ساندوتش وبتاع كده عصير. زمان زمان وقطعه جاتوه. ايوه ما انا كنت موجوده في الزمن ده. بس دي كانت شياكه بقى، علبه كده تخرج انت بالعلبه بتاعتك. ده بنتي فرح عظيم بالظبط كده. بعد كده الامور ابتدت تتزحلق بقى لحد الفنادق. لا يعني تقدمنا، يعني الحاجه الوحيده اللي البلد تقدمت فيها الافراح. تخيل ان انت رايح فرح وقاعد وكل الناس عماله تقول لك اتفضل كل اتفضل دوق اتفضل بتاع، وتقول لهم معلش والله مش قادر، او توطي كده وتجيب منديل وتقلع السناب اون. مش حلو خالص. او تبقى انت قاعد مع اللي جنبك وعمال تتكلم من اول الفرح وعمال تغني وترقص ومبسوط واسنانك بيضه وبتلمع، اس فجاه مفيش سنان. السنان مكسره وسودا مش مظبوط. سناب اون من الحاجات انا شايفه انها ليست ذات قيمه، بتدفع فلوس فور ناثينج. نورتي، ربنا يخليك يا دكتور عيد. ميرسي يا دكتور عيد. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد كانت ضيفتنا كالعاده في حلقتنا الممتعه في الناس الحلوه. خليكم معنا.